زيادة في الوعي بالنسبة للمواطنين. هناك مجهودات مخلصة تبذل لتحكيم هذا المرض ثم القضاء عليه. والحقيقة أنا سعدت تماما لما سمعت إن يعني في تحليلات دم تمت في جامعة القاهرة، لأن ده جزء أيضا من المتابعة، وهو الاكتشاف المبكر للعلاج للمرض حتى يمكن علاجه قبل أن يؤدي إلى مشاكل في الكبد. مصر لديها تجربة كبيرة جدا، ووزارة الصحة لها تجربة كبيرة جدا سابقة في البلهارسيا. البلهارسيا كانت في الأربعينات والخمسينات وحتى الستينات مرض منتشر جدا في الريف المصري، خاصة أكثر من فيروس سي، وكان هناك مشروع لاستئصال البلهارسيا في كل مكان، وتمكننا والحمد لله من القضاء على البلهارسيا بنسبة 90% الآن في مصر، فلم تعد البلهارسيا هذا الوحش المخيف اللي كان بيؤدي إلى تضخم الكبد والطحال كما كان في الستينات. فبالتالي مصر تستطيع من خلال مشروع قومي مستمر أن تكافح هذا المرض وأن تقضي عليه تماما في مصر، وهذا ممكن. والحقيقة أنا سمعت آراء كثيرة جدا متميزة، ومنها التوعية بالنسبة للمواطن والتوعية بالنسبة للمراكز الصحية، هذا هام جدا لأن التوعية بتقلل من فرص العدوى. ثانيا الاكتشاف المبكر للمرض، وده عن طريق التحليلات الجماعية زي ما تم كده في جامعة القاهرة، تتم في المدارس والمعاهد واللي بيروح المستشفيات للعلاج بغرض اكتشاف الحالة مبكرا والعلاج. ثالثا التوسع في العلاج الجماعي لحالات الفيروس سي من خلال الأدوية، وفي التقدم الطبي دلوقتي بقى متاح والأدوية بتتطور، وبالتالي فيمكن تماما القضاء على هذا المرض أو تحجيمه بنسبة كبيرة جدا تزيد عن 90% حتى يتخلص المصريون من هذا المرض المخيف اللي هو بيكلف الأفراد وبيكلف الدولة مصروفات عالية جدا، لأن المريض هو إنسان هانديكاب يعني معوق يعني لا يستطيع أن يعمل، فهو أصبح مشكلة. وأيضا تكلفة العلاج على الدولة عالية جدا، وبالتالي دي مشكلة أخرى. فنحن كلما قاومنا هذا المرض وكلما عالجناه كسبنا مواطن صحيح يستطيع أن يكون منتج، وكسبنا تقليل مصروفات الصحة، وده مهم جدا. وعلى فكرة الطب الوقائي هو خط الدفاع الأول ضد المرض، وهو اللي بيقلل تكلفة الطب العلاجي. ولهذا كلما زادت الوعي زاد الوعي بطرق العدوى حتى يتجنبها المواطن، كلما تمكننا من تقليل عدد المرضى، وهذا ممكن جدا ويسير، ويمكن أن تشارك في جميع أجهزة الإعلام، وممكن أن تشارك في حملات توعية ومحاضرات في الجامعات والمدارس وفي التجمعات، بحيث في النهاية نستطيع أن نحجم هذا المرض. نعم، ابقى مع دكتور صلاح، سوف أعود إليك مرة أخرى. أنتقل إلى الدكتور جمال شيحة، أستاذ ورئيس قسم الكبد بجامعة المنصورة. دكتور جمال، يعني وفقا للأرقام فإنما ربما محافظات الدلتا تستحوذ على النسبة الأكبر من فيروس سي، هل الجهود الدولة ربما تنصب أكثر في هذه المنطقة تحديدا، أم ربما ليس هناك اختلاف بين مختلف المحافظات؟ لا، هو نسبة انتشار الفيروس أكثر فعلا في بعض محافظات الدلتا، ولكن المجهودات الحكومية وغير الحكومية موجودة في جميع المحافظات. ومصر المشروع القومي اللي موجود فيها لمكافحة الفيروسات الكبدية من أنجح المشاريع في العالم. يعني إذا قلنا أن مصر فيه 400,000 واحد بدأوا علاج، فالرقم ده أكبر من كل اللي بدأوا علاج في العالم كله. العلاج لمرضى فيروس سي موجود في كل المحافظات زي ما قلت لحضرتك، وفي المجهود الأساسي هو المجهود الدولة، هو مجهود الحكومة من خلال وزارة الصحة ومراكز العلاج. ولكن
ففي مجهودات أهلية كبيرة بتقوم بها جمعية رعاية مرضى الكبد، مؤسسة الكبد المصري، اللي أنتجت في 7 مايو اللي فات الاحتفال بـ10 قرى كاملة أصبحت خالية من فيروس سي، وجاري العمل في 26 قرية أخرى. فهذه المجهودات كلها حكومية وأهلية في النهاية بتقول إنه في عمل كبير جدا ممكن مع التوعية والوقاية في خلال سنوات يتم السيطرة على هذا المرض كما تم السيطرة على البلهارسيا في العقود السابقة إن شاء الله. يعني دكتور جمال أيضا، يعني النسبة الموجودة الآن بمقارنة بالنسبة العالمية هي 7% تقريبا في مصر مقارنة بـ2% على المستوى العالمي، هل هناك مدى زمني محدد أو خطة حكومية موضوعة حتى نصل إلى النسبة العالمية؟ الأرقام اللي حضرتك قلتها مش دقيقة. النسب في العالم مش 2%، نسب متفاوتة. تمام. في أقل من 1% وفي 5% وفي 10%. مصر من الدول اللي فيها نسبة مرتفعة أكثر من 7-8%، ممكن توصل لـ10. تمام. لكن العبرة بمشروع قومي متكامل لمكافحة الفيروس على مستوى الوطن بأكمله، وده اللي شغال في مصر دلوقتي، وده اللي بشايره بدأت تظهر بمئات الآلاف اللي بيتعالجوا، قرى كاملة بقت خالية من الفيروس، وعي عام كبير، التزام دولة، نشاط لمجتمع مدني، هو ده اللي ممكن في النهاية ينتج عنه ان مصر ان شاء الله في خلال سنوات ممكن تبقى خالية من هذا الوباء ان شاء الله. طيب تمام. علاء، هل هذه الارقام يعني قالها معي ضيفي السابق مستشار منظمه الصحه العالميه دكتور جمال علاء، هل طب هناك البعض يتحدث على ان علاج فيروس سي ربما لا يناسب جميع المرضى المصابين بهذا المرض، يعني حقيقه هذا الامر من الناحيه الطبيه دكتور جمال؟ غير صحيح، هذا كلام عكسه تماما. هو الصحيح. حاليا يوجد اكثر من بروتوكول علاج في العالم وكله موجود في مصر، وهذه البروتوكولات المتعدده والمختلفه تغطي كل انواع المرض اللي موجودة في مصر وكل درجاته. يعني الحالات البسيطة البروتوكول بتاعها موجود، الحالات المتوسطة لها علاج، الحالات الصعبة التي تأثر فيها الكبد وأصبح متأثرا بدرجة كبيرة أيضا لها بروتوكول علاج، الحالات التي عولجت وعاد الفيروس يوجد لها بروتوكول علاج. فلا يوجد حاليا حالة فيها فيروس سي لا يوجد لها علاج، بالعكس جميع أنواع العلاج متوفرة في مصر ومتوفرة بأسعار مناسبة أو مجانا في الأماكن التابعة للدولة أو في جمعيات الأهلية. كمان دكتور جمال، بالنسبة للأدوية هل هناك اختلاف بين السوفالدي والأدوية الأخرى التي ربما يعني سمعنا عنها في الأونة الأخيرة أيضا لعلاج هذا الفيروس؟ لا، جميع الأدوية الموجودة معتمدة طبيا، وما يسمى بالسوفالدي هو العمود الفقري لكل أنواع العلاج أو معظم أنواع العلاج الأخرى. يعني في أدوية أخرى الناس بتسمع عنها لها أسامي مشهورة، جزء أساسي منها مادة السوفالدي. فاللي أنا بطمن الناس أن الأدوية اللي موجودة أدوية فعالة للغاية، آمنة للغاية، تغطي كل أنواع المرض ودرجاته. أنا بشكرك دكتور جمال شيحة أستاذ ورئيس قسم الكبد بجامعة المنصورة، شكرا جزيلا لحضرتك، وأعود مرة أخرى إلى دكتور صلاح عبدالله وكيل وزارة الصحة سابقا. يعني دكتور صلاح، لو اتفقنا على قاعدة أساسية أن الوقاية خير من العلاج، وهذا مبدأ ربما أكد عليه جميع ضيوفي الكرام حتى من كانوا معنا على مواقعنا على شبكات التواصل الاجتماعي، كيف يمكن الوصول إلى هذا النوع؟ ناحية التثقيف، ناحية التوعية، دور وزارة الصحة، دورنا نحن كوسائل الإعلام، دور المنظمات أيضا، كيف حتى تتكاتف حتى نصل إلى إنسان مصري سليم صحيا لديه الوعي ولديه الثقافة الكاملة لمواجهة أي مرض؟ هو يجب وضع خطة إعلامية قومية بالنسبة لهذا المرض. هذه الخطة مش وزارة الصحة لوحدها اللي بتشترك فيها، مش يشترك فيها وزارة الصحة، بتشترك فيها الإعلام، بتشترك فيها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، يعني كل ما هو له احتكاك بالتجمعات البشرية. الخطة دي يجب أن تمشي على عدة محاور. أولا
تثقيف صحي من خلال وسائل الإعلام كما ذكرنا سابقا. التلفزيون والراديو النهاردة لهم تأثير كبير جدا، ويجب أنه جرعة التثقيف تكون علمية وليست مخيفة. يعني احنا من ايه منجيش نعلم الناس نقوم نرعبهم، انما احنا عايزين نثقفهم ازاي يتفادوا العدوى من خلال الصحف، من خلال حملات التوعية بقى في المدارس والجامعات يقوم بها متخصصين ودارسين في ندوات ومحاضرات في التجمعات العمالية في القرى وفي المدن. يعني انت عارف زمان كان عندنا حاجة اسمها السامر ومسرح المتجول، يمكن ان يكون لدينا مجموعات إعلامية متجولة تعمل محاضرات وندوات في القرى والمراكز والساحات الشعبية والأندية، كل ده علشان نعلم المواطن أو نعلم الشاب أو نعلم الزوجة أو الابنة كيف نتفادى العدوى بالفيروسات الكبدية عموما والفيروس سي، لأن انت عارفة في أكثر من فيروس، فلازم نعلمهم كيف يتفادوا فيما هو غذائي، فلازم نتكلم على الوقاية الغذائية. فيما هو خاص بالنقل من خلال الدم أيضا لازم نتكلم إزاي الناس تحمي نفسها في حالة نقل الدم أو التعامل مع أدوات يمكن أن تسبب جروح، إزاي تحمي نفسها. إذن خطة إعلامية متكاملة يشارك فيها الجميع ستساعد كثيرا على زيادة الوعي، كلما زاد الوعي كلما قل المرض. ايضا الدولة عليها بقى دور ان هو مصادر التلوث لازم نحجمها، يعني وخاصة الخاصة بالصرف الصحي والصرف الزراعي، ودي طبعا مهمة قومية لازم الوزارات المعنية تهتم بيها، ولازم يبقى في خطط للقضاء على هذه البؤر من التلوث، لان دي بقى مش في ايد المواطنين. ايضا توعية المواطنين لبؤر التلوث، لان في واحد مثلا في الريف بيعمل مجاري ويروح حاططها موصلها بالترعة فتنزل في المية اللي هي الناس بتشربها وتروي بيها وتساعد في العدوى. ايضا ده جزء من الوعي العام، فلازم نبذل هذا الجهد. شكرا، لا انا بشكرك. يعني اذا هي منظومه متكامله دكتور صلاح، جميعا يجب ان نتكاتف جميعا لمواجهه هذا المرض. بشكرك دكتور صلاح عبد الله وكيل وزاره الصحه سابقا، وكذلك الدكتور جمال شيحه استاذ ورئيس قسم الكبد بجامعه المنصوره. ومشاهدينا الكرام، بالطبع كانت هذه هي بعض الاراء لدينا حول كيفيه مواجهه هذا المرض والجهود المبذوله من جانب الدوله وما هو المطلوب في المرحله القادمه. قبل ان اترككم اذكركم بحلقه الغد ان شاء الله، الا وهي: كيف يساهم المشروع القومي لبناء المدارس في تطوير منظومة التعليم؟ هذا هو تساؤل حلقة الغد، ننتظر مشاركتكم واتصالاتكم حول هذا الموضوع. وبالطبع نتمنى السلامة لجميع المصريين إن شاء الله، وأن الوقاية نؤكد قبل ختام هذه الحلقة خير من العلاج، وعلى الجميع أن يقوم بالتحليل الكافية واللازمة حتى يتأكد من عدم وجود هذا المرض. على الحال دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء.